رحبوا معي بحضور وفارس النقد العربي العالم الكبير الاستاذ الدكتور حسام عقل الذي وصل الى كل الان وفضل معنا هذا اللقاء الطيب واهلا وسهلا بكم. حقيقه اهلا وسهلا بكم. دكتور لعل قدم بيئة من انشغالاتك فتحنا الموضوع لنقاش عام واخذنا نمط الحوار يعني منصة الكلام ونخلص رأسيا فتحناه وندي الناس فرصة للتجاوب، لكن بما ان وقت حضرتك سمين وبتاع احنا يعني كلنا اذان صاغية بعد ان عرج الاستاذ الدكتور مصطفى عبد الوهاب على محاور خمسة في سبب انهيار الإعلام المصري أو المستوى الإداري، وثم ختمها بهل في هناك أمل في عودة مسيره باعتبار أن مسيره ده هو عنوان الإعلام. ثم تكلم الدكتور تهام الأستاذ تهام المنتصف عن الإعلام بصفة عامة وتجاربه في مستوى الإنحدار وعلى الأسباب منها المال السياسي ومنها التوجه والإرادة الشعبية أو الإرادة السياسية أو الإرادة الانتظامية أو الإرادة المجتمعية إلى آخر هذه التعليقات لا أستطيع أن ألخصها كثيرا. نحن الآن أذان صاغية وكلنا متفكرون أن نسمع عرضياتك على النحو الذي يريده الإعلام النظيف. بسم الله الرحمن الرحيم، أسعدتم جميعا، كل التحية والتقدير لكم ولكلنا كل باسم وصفته. سعيد بتنشيط هذه اللجنه التي تطال او تمس اهم قطاع في نصف العالم العربي وهو قطاع الاعلام، يعني صناعه الاجنده، يعني تكوين الافكار. وبالتالي انا اعتقد ان هذه واحده من اهم اللجان في ملتقى السد العربي على الاطلاق. سعيد ان اكون في حضره يعني هذا الثالوث الذي تكاثر الان استاذ ابراهيم خلف الذي استطاع ان يخرج بميكروفون اذاعه القران الى الجماهير الى البسطاء. طبعا الاستاذ تهاني والدكتور مصطفى لا استطيع ان اعقب او ان اعلم او ان اقدم بطاقه تعريف، فهما من يعرفان لا يعرفان. وبالتالي ان كان لي ان اقول حاشيا او تعليقا بسيطا فدعوني أقول إن خطاب الإعلام العربي حتى لا نخصص وطنا أو قطرا يتحرر بما يسميه أحد الباحثين والمحللين بنظرية فائض الشماتة. نظرية فائض الشماتة وهي نظرية تقوم على ما يسمونه بالخطاب التأييدي أو التحريض. هذا النوع من الخطاب لا يمكن أن يبني الأمة، وأنا طبعاً أتحدث عن المنابر المؤثرة على السوشيال، وأستثني هنا الكبار والنبلاء في مسيرته. دعونا نقول أيضاً أن الإعلام ينتقل الآن من الخطاب والمنابر التقليدية إلى ما يسمونه بالمجتمع الشبكي، إعلام السوشيال. والأبطال الحقيقيون في هذا هم اليوتيوبرز، هم الذين يصنعون أدمغة الشباب الآن، يعني شادي سرور، يعني الدحيح، يعني هذه الأسماء التي يحفظها الشباب عن ظهر قلب لأنها تنهض بالموجة الثالثة، موجة المجتمع الشبكي، وهي موجة تتجاوز البلاتوهات والكاميرات. يعني أنا كنت في قناة ما وضع المايك فقط استغرق ثلث الساعة، وضع المايك يعني وضع المايك في الجيب الايمن فمنفعش فنقلوه الى الجيب الايسر فمنفعش، فاخذوا المايك ووضعوه على رابطه العنق ولزقوه بالسلوتيب. انت خدت ثلث ساعه في التحضير لما سيقال، ده ناهيك عن السكريبت المكتوب. هنا انت امام مشكله مركبه. متى يكون لدينا رمز إعلامي مثل أوبرا وينفري؟ أنا أحد تلاميذ أوبرا وينفري، لم أترك حصة إعلامية لها لم أتابعها، وظلت هذه المرأة على القمة أكثر من 18 سنة، وهذه التجربة تدعو إلى التأمل.
وعندما قررت أن تغادر كرسي الإعلام غادرته بمحض اختيارها، وقالت عبارتها الشهيرة: أنا أعرف متى أقول لكم وداعا. يعني لم تنتظر أن يطالب أحد بأن يعني تنهي عملها، مع أن عملها كان مطلوبا. يعني أوبرا وينفري تسببت في أن رواية من روايات شتاينبيك تبيع، مع أنه هذه الرواية لم تكن معروفة للناس. تناولت هذه الرواية في حلقة فإذا بالنسخ تمسح مسحا من السوق. عندما تقول لماذا يبغض بعض الدول شخصية العرب للمسلم؟ لماذا يبغضون من الأعماق الغطرة والعقال والشكل العربي؟ هل المسألة أن نعود إلى الكليشيهات المعلبة: نحن إرهابيون ونحن تيرورستس ونحن فاندمنتالستس ونحن أصوليون و ولا في خطاب إعلامي شغال منذ عقود هو الذي كرس صورة الذلة أو نمطية عن فانتازيا الصحراء والحريم و إلى آخره. أنت صنيعة صورة، صورة نمطها الإعلام الأوروبي أو نمطتها هوليود. راجع كده معايا تاريخ هوليود. في عربي من دولة خليجية بيقول لي شيء غريب: بمجرد أن نزلت إلى المطار وبدأ ضابط الجوازات يعني يهم بختم الجواز لي، وجدت نظري نظرة الكراهة تسقط في عيني، مع أني لم أوده في شيء. لماذا يبغضني وأنا لم أصنع له شيء؟ في هنا في الإعلام ما يسمى بالصورة الذهنية أو النمطية. أنت قدام أفلام، راجع بس كتاب يتناول صورة الشخصية العربية في السينما الأمريكية والأوروبية وستعرف الأسباب. عندك فيلم الشيخ 1919، ده من أهم أفلام هوليود، واستهلت هوليود عملها بهذا الفيلم صورة. ثم فيلم ابن الشيخ، عملوا فيلم تاني اسمه ابن الشيخ 1924، ظهر فيه النمط الذي كرسته السينما المصرية فيما بعد، نمط الشيخ الهجول الشبق البائع لدينه وأخلاقه ونبله ومبادئه. تشربت السينما بهذه الصورة وفرخت. لما دخل بقى المنتجون اليهود على خط الإنتاج مثل مناحم جولان، تحركت الوتيرة بشكل أسرع، فأصبحت هوليود تنتج كل أسبوعين فيلما يهيل الشخصية العربية والإسلامية. أنا بقول هنا مسألة مهمة جدا. في المجتمع الشبكي الإعلام سيختلف. منطق اليوتيوبر الذي يخاطب الشباب يختلف عن منطق إعلامي يتضرع من وسائل التقليدية والبلاتوات التقليدية. نمط الجمهور ليس واحد، الأداء اللغوي ليس واحد، القدرة على الوصول إلى شرائح وقطاعات كبيرة ليس واحدة. كيف نستطيع أن نذهب إن شخص كالدحيح، وأنا التقيته مرة واحدة، تكرمه اليونسكو لأن عدد متابعيه تجاوز المليار. الدحيح في بحر 7 سنوات تجاوز عدد متابعي المليار، يعني أكثر من مهام 5 أو 6 وزارات عربية وزارات إعلام. لابد أن نقول إنه الإعلام معركة، صناعة الأفكار معركة، القدرة على توصيل المعلومة معركة. برنامج زي برنامج مثلا الدكتور بيل، وهو برنامج أمريكي معروف يقوم على ما يمكن أن نعتبره بالنصائح الاجتماعية أو التربوية. برنامج بسيط جدا، وجبة بسيطة جدا، لكن ظل يرتقي القمة لسنوات. الرسالة الإعلامية كانت بسيطة، غير مؤدلجة، غير مستقطبة، غير حارقة أو مشعلة للمشهد. لكن أنت أحياناً أمام رموز يؤثرون سلباً أو إيجاباً، لكنهم محملون بأجندات، محملون بنمط من الأدلجة قد يشعل المشهد.